مساء الخير. النهارده بناخد كورس كيف تكون جمله. How to make a good sentence. Come with me. الجمله اللي هي sentence. Sentence تتكون من ايه؟ subject اللي هو الفاعل، بعد كده الverb اللي هو الفعل، وبعد كده الobject اللي هو المفعول. ممكن نجيب subject helping verb اللي هو فعل مساعد و object، وبعد ال helping verb هتجيب ال verb، وبعد كده هتحط ال object. يعني مثلا ما تقول لي I read a novel، انا بقرا قصة، هنيجي نقسمها كده، ادي subject verb object. برضو تقول I am reading a novel، انا بقرا قصة. طب انا عملت ايه بقى؟ ادي subject helping verb verb objects. تمام. she makes cakes، هي بتصنع كحك. طب عايز اقول ماما، ماما is helping verb فعل مساعد، making ماما is making a cake. تمام. طب ما انا اشوف ال helping verb اللي هو الفعل المساعد، ممكن verb to be، verb to be او اللي هو am is are. am I are. ما تقول لي I am eating، انا باكل. ممكن تجيبها لي بطريقة تانية، تقول لي I am a boy، انا اكون ولد. I am a girl، انا اكون بنت. she is excited، هي مصارة. we are lucky، نحن نكون محظوظين. يعني مش شرط اجيب verb، ممكن يجي وراها adjective اللي هي صفة. طيب ممكن تقول لي بقى ايه؟ I do my homework، انا بعمل الواجب. وعايز تجيب ظرف every day، بعمل واجب كل يوم. ممكن تقول لي نورا does the shopping، نورا بتقوم بالتسوق. every month كل شهر. اما تقول لي we have a party، احنا عندنا حفلة. طيب ممكن تقول لي ازاي؟ كان فيرب، كان يعني اللي هو يستطيع، هيلبنج فيرب برضو اللي هو مودل فعل ناقص، زي كان هيلب هم يستطيعوا مساعدة اورفنز الايتام. تمام. وي شود نصيحة برضو، وي شود استدي هارد.